تركز عليه هذيك. في نقطة دوفس التي هي تمثل النقطة الاستراتيجية في محافظة أبين، فهذه النقطة قد حققت إنجازات كثيرة خلال هذه الفترة الغريبة، ومن قبل حققت إنجازات أكثر. أذن هذه النقطة في هذا الأسبوع قامت بالقبض على حوالي نصف طن في هذا الأسبوع، وفي الشهر الماضي قامت بالقبض على طن من الحشيش وعلى كميات كبيرة من الهروين. أما العدد الأصغر من 100 كيلو و200 كيلو فهي قبضت على كميات كثيرة. فرحنا هنا في هذه النقطة، حققنا إنجازات كثيرة، والكل يعرف هذه الإنجازات، وتم إحراق 1000 كيلو من الحشيش في هذه النقطة، وخلال هذا الأسبوع القادم سيتم إحراق نصف طن من الحشيش. قمنا في هذا الشهر بمكافحة المخدرات والحبوب من كافة الحبوب والحشيش والأبر، وداهمنا أكثر من 7 أوكار للحشيش والمخدرات والحبوب، وضبطناها وقبضنا من كان يوردها في هذه المحافظة، وسلمنا إلى الجهة المختصة، والإجراءات مستمرة، وإحنا مستمرين إن شاء الله بإذن الله إلى استكمال هذه الحملة، واستكمال من يمس بأمن هذه المحافظة من إرهاب، من حشيش، من حبوب، من كل ما يمس بأمنها وضرار أهلها. فإننا مستمرين لهذا المحافظة ليل نهار. في الحزام الأمني صراحة دور كبير لتأمين المحافظة، وبذل جهود كبيرة وجبارة وتضحيات قدمها في سبيل تحرير أراضينا ومحافظتنا أبين. وكان قبل 2011 كانت نقاط يعني في طوال الخط في محافظة أبين تتبع لعناصر القاعدة، وتمرر الحشيش والمخدرات وأشياء يعني كبيرة من الممنوعات، ولكن بفضل وجود الحزام الأمني واليقظة العالية لأفراد الحزام تم القبض على كل هذه المهربات والممنوعات في المحافظة. والحزام الأمني هو مأمن لمحافظة أبين، ومحافظة أبين هي تأمين للجنوب وشبه الجزيرة العربية بشكل عام. مهما كان صحيات.